الإخوة، تحية جميع المناضلين والمناضلات، تحية المواطنين. بالمناسبة ديال هذه الوقفة التضامنية اللي تينظمها المجتمع المدني تضامنا مع الساكنة ديال فيكيك، إذن كنحيي أولا هاد الإخوان اللي قاموا بهاد المبادرة وبهاد الوقفة، لأن كان سبق لنا بعدا في عدة مناسبات بحكم المسؤولية اللي كانت عندي أنه تطلب منا باش نفوتوا الماء لونيب ماشي الشركة، لونيب يحصرها، ومع ذلك يعني رفضنا. حنا كنا تنقول لهم دائما بأنه علاش غادي نفوتوا الماء لونيب مادام أنه الماء كيوصل للناس 24 على 24، وبالنسبة للإمكانيات اللي عندنا كنعالجوا من خلالها المشاكل اللي كاينة. إذن بالنسبة للجودة ديال الماء، بالنسبة يعني لهذه المادة الحيوية والأساسية مادام موجودة، ما عرفتش علاش غادي نفوتوا الماء لونيب. إذن في هذه المناسبة إذن كنحيي الإخوان اللي وقفوا ضد عاوتاني هذه المحاولة اللي قام بها المجلس الحالي فيما يتعلق بالموافقة على تفويت الماء للشركة. إذن حنا كنتسائلوا ودي علاش بغيتوا نفوتوا هذه الشركة؟ إذن كاين مشاكل مثلا نتاع الفورفي، ولا المشاكل نتاع الكالكير، كاين المشاكل نتاع لي زامبيي. هنا المجلس خصو يتحزم ويدير الوسائل ديالو اللوجستيكية ويعزز المصلحة بالموارد البشرية ويشتغل، لأنه الساكنة تترفض هذا الشيء هذا. إذن أنا سنطلب من هذا المنبر باش أنه الساكنة وكذلك المجلس يولي واحد ويشتغلوا، لكن كاين قضايا وكاين ملفات، كاين ملفات ديال الصحه، ملفات ديال التنميه، ملفات ديال الغلاء، ملفات ديال الممتلكات، قضايا كثيره كتنتظر الساكنه ديال فيكيك. ولهذا انا تنظن بانه حان الوقت باش انه المجلس يجلس طابل ويتحاور مع الرافضين ومع التنسيقيه ومع المجتمع المدني ويحلوا هذا الاشكال. ولهذا بهذه المناسبه اناشد واوجيه هاد الدعوة لجميع الإخوان ونتمنى التوفيق للجميع. غير بالنسبة لفيكيك يعني كواحة عندها خصوصيات. بالنسبة للماء ديال فيكيك أولا يعني عندها واحد التاريخ قديم قرون، وهي قبل ما تجي السبالة يعني هذا حنفية ولا الروبيني، الناس كانوا كيعيشوا من هذا، كيسقيوا من هذه السواقي. عندنا تزادرت، عندنا مغني، عندنا كاكا، عندنا تجمالت، عندنا واحد مجموعة ديال السواقي أو لك عيون، ومنهم كنا كنشربوا. دابا ملي جات السقايه فوق الجاس راه جات يعني دخلت غير في الستينات. اذا بالنسبه للونيب اللي كتجي كتقول لك اودي تعطوا لي الماء، حنا تنقول اودي بالنسبه للونيب يعني يعني ماشي الدعايه، ولكن اللي معروف عليها وهو انه غاليه بزاف الطريف ديالها. حنا كنشوفوا غير بوعرفه البرونشمون، حنا الي بو كنا كنديروه 250 درهم. بالنسبة لبوعرفة كانوا كيبرونشيو بشي 700 فرنك ولا 800، لأن عندهم واحد طريف سبيسيال كيدور مثلا الفاصاد كيضربوه في واحد الوحدة وكيجيك. بالنسبة كذلك لو متر كوب، حنا بالنسبة لينا كنا دايرين 1.5 درهم لأن متر كوب، وبالنسبة سيتو لا بروميير ترونش، ولكن لا دوزيام ترونش، لا تروازيام ترونش غاليين. علاش؟ حنا كنعتبروا بأنه بالنسبة للشطر الأول كبلدية اللي كتسير الماء كنعتبروه خدمة اجتماعية. إذا بالنسبة اللي كيستهلك بزاف غادي يوصل الترونش الثانية ولا ترونش الثالثة وتيخلص بزاف. وفي كيك ما كاينش الناس اللي كتشرب فابور، كاع الناس كيخلصوا، حتى واحد ماشي ضد القانون. إذا ولهذا حنا تنقولوا ودي خصنا نرحموا شي شوية ديك الساكنة، على الأقل في هذا الماء اللي كندبروه يكون الطريف معقول. ولهذا حنا غير ها هي بوعرفة، ها هي تالستينت، بني تجيز، كاع هذه المناطق، المدينة الوحيدة اللي كتسيرها الجماعة هي فيكيك. إذا بالنسبة للطريف اللي عندنا ماشي هو الطريف ديال لونيب ولا الطريف ديال الشركة، لأن حتى هذه الشركة اللي غادي تاخذ هذا الماء ولا نفوتوا عليها أشنو هما؟ أنا كيظهر لي قريت ذاك القانون نتاع 83 21، مازال فيه واحد مجموعة ديال الفراغات، مازال فيه واحد مجموعة ديال نقدر نقولوا ديال تساؤلات كبيرة. إذا يعني بالنسبة حنا كنسمعوا بأنه ما باينش فيه يعني أنه حضور ديال الدولة قوي، أنا تنظن بأنه كاين فيه 90% شركة و10% نتاع الدولة، إوا غادي نخوصوا حتى الماء؟ وما يمكنش. ولهذا حنا تنقولوا ودي بالنسبة لهذا التفويت ديال الماء راه يخصو أول المجلس ارتكب واحد الخطأ، كان عليه يفتح حوار، يفتح نقاش. وعاود ثاني علاش بالضبط بديتوا في فيكيك كواحة؟ شوفوا المناطق أخرى
ومن بعد مثلا الى نجحت العمليه في مناطق اخرى سيرتو المناطق الوحيه ديك الساعه حتى حنا كافيين مستعدين باش نجيو. الله يجعلنا نكونوا خاطئين، ولكن من بعد الى شفنا على انه من مصلحتنا انه باش هذا الماء يمشي للشركه كيف وقع في المناطق الفلانيه مثلا في الرشيديه، الى خدينا مثلا تين غير واحد مجموعه ديال المناطق خدات الشركه هاد الجماعات، حتى حنا ديك الساعه نجيو نقول اسيدي سمحوا لنا كنا غالطين وما كنا شي فاهمين. ولكن الان هاد الوقفات واش هادي ما يفوق 100 يوم وعباد الله خارجه على برا؟ واش هاد الشيء ما شفعش لهاد المواطنين باش يا سيدي شوفوا شويه هاد المواطنين ومن بعد لسي لو طون اوتون. من بعد ديك الساعه الى بان على انه الساكنه ولي زوبوزون يعني المنتخبين اللي معاهم راهم غالطين اسيدي نقولوا للشركه ونقولوا للدوله اسيدي سمحوا لنا ما كناش فاهمين. ولهذا كنظن بانه ان بو توليرونس ما خصش يكون علينا هذا التساؤل. يعني بالفعل بالنسبه لنا احنا كبلديه ما عندناش ميزانيه ديال التجهيز، عندنا غير ميزانيه ديال التسيير. كيجيو مواطنين هاد الحيز يقول لك اودي بغينا الماء، تتقول له اودي بالنسبه لذاك الشيء اللي كنا راصدينو ما بقاش لانه كان طلبات بزاف، ولكن الا بغيتو ندخلو معاكم في الشراكه. اذا شنو كنديرو؟ كنطلبوا مثلا المستشار نتاع ديك المنطقه كيجمع الساكنه، من بعد كيداولوا في الموضوع، كنصيفطوا لهم لو تكنيسيان كيعبر شحال من ميط كاينه، شحال لو كاليبر نتاع التيو، شحال نتاع المستفيدين، وديك الساعه هما بتنسيق مع المصلحه ديال الماء كيشوفوا التيو اللي غادي يجي، ومن بعد من اللي يجي حنا كنتعاونوا. شي البلديه مثلا حنا كنقوموا بالعمليه ديال الحفير لان عندنا التراكس، درنا التراكس. بالنسبه للمواطنين حتى هما ساهموا في الشراء ديال التيو. بالنسبه للبلديه كتعاون بلي بلومبي ديالهم، وكتكون في واحد الفرحه وكتكون في واحد يعني جو يعني اخوي عائلي. وديك الساعه المواطن كيحس بلي انه راه مشروك حتى هو في هذه المسؤوليه وتنتعاونوا. ها هو معايا هذا الاخ هذا شحال من خطره، هو مقصر ولاد سليمان، شحال من خطره يعني تيبادر وتيجي للبلديه وتيقول لك اودي ها اللي عندنا ها اللي عندنا. كنتعاونوا كاملين. انا خدمت في ذاك بهذا الميدان ديال الماء، عطوني السلعه وخدمت بيديه وكنساهموا، كنعاونوا مع البلديه وهي كتعاوننا بالسلعه وحنا كنعاونوا باليد العامله مثلا، وانا كنخدم بيديه يعني بالنسبه كنخدم بلومبي كنخدم وكنصوب ذاك الشيء وما كانش عندنا فيه شي مشكل. وكيجيو كيراقبوا كيشوفوا الخدمه مزيان، كيجيو عاود هما كيراكورديو لي كونتور ديالهم ديال العداد، وداك الشيء غادي على حقو طريقو. والان دابا خدم واحد الخدمه راه باقي خدام وغادي يخدم شحال من عام. دائما هذاك الشيء اللي كنا غاديين به وكنتمشوا بالتعليمات ديال البلديه، ما كنديروش شي حاجه حتى كنستشروا معاهم ها واش غنديروا ها كيفاش ها البلان ها الخطه الاخر، وحنا كنعاونوا. كان مثلا غادي يديروا بحال غادي يديروا القدرو كنحاولوا نديروا لي برونشمو في القواس ديال البلاستيك كنركبوهم، بعدا كنسبقوا البلاستيك ونسبقوا الاخر قبل ما يفوت القدرو. وديك الساعه كنبقاو غاديين على النمط ولا على الخدمه اللي يبغاو هما، ما كنخالفوش القانون ديال الخدمه. ومن بعد هما كيجيو كيراكوردو لي كونتور، لان حنا كنخليو لهم الخدمه على حسابهم هما كيراكوردو، حنا كنديروا لي برونشمو ديالنا كنصوبوها وهما كيديروا داك الاخر. ونفس الشيء حتى بلا كان شي خدمه هكا ولا واد الحر ولا شي حاجه كنبقاو دائما كنساعدو. والحمد لله ما كان خاصنا حتى شي حاجه. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.